بدون غرامات تأخير، بنك البركة يقدم بطاقته الائتمانية وفقا للشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. يقدم بنك البركة بطاقة ائتمانية إسلامية متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهي تصدر وفقا لصيغة القرض الحسن، فلا يتم احتساب عوائد أو غرامات تأخير عليها، لأنه لا يطبق على البطاقة أنظمة العوائد المعمول بها في البطاقات التقليدية. تصدر لكافة عملاء بنك البركة وبكل فروعه، فضلا عن إمكانية إصدارها لجميع العملاء الراغبين في التعامل بالبطاقات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يتيح البنك لحامل البطاقة الأصلية طلب إصدار بطاقة إضافية، وهقول لكم على الشروط والمميزات، وهي على النحو التالي: متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لصيغة القرض الحسن، لا يطبق عليها نظام الفوائد المطبق بالبطاقات التقليدية، فلا يتم احتساب أي عوائد أو غرامات تأخير، لا يتم احتساب أي عمولات في حالة تخطي الحد الائتماني للبطاقة. المستندات المطلوبة: 1- طلب الحصول على البطاقة مستوفي كافة البيانات وموقع من العميل. 2- أن يكون العميل حاملا للجنسية المصرية. 3- تفويض موقع من العميل لإجراء الاستعلام. 4- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية موضح بها الوظيفة الحالية. 5- إيصال خدمات مرافق حديث على مقر السكن باسم العميل نفسه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى مع إثبات ذلك. 6- شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل بمن له حق التوقيع عن الشركة. وفي نهاية الفيديو ياريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.